خبر سريع، احنا خلاص احنا ايه تقريبا شهر او اقل من شهر هنبدا الاولمبياد، مشوار منتخبنا الاولمبي، وفي اطار كل التوفيق لمنتخبنا الحقيقه، عناصر مميزه معاهم مدير فني انا بشوف انه تجربته كويسه جدا. اولا طبعا الراجل عنده خبرات كبيره ومحقق ميداليه ذهب قبل كده مع منتخب البرازيل اولمبي، فقصه المشاركه في الاولمبياد تحتاج خبرات اكيد طبعا، مدرسه برازيلي، مدرسه محترمه جدا، بطل اولمبياد قبل كده، تجربته مع منتخب مصر بشوفها تجربه جيده جدا. والجيل ده انا مراهن عليه او على عناصر كتيره جدا فيه، في مش بس في الاولمبياد، مراهن على بعد الاولمبياد ان شاء الله، شايف انه في عناصر كتيره جدا منه تليق بانها تاخد مساحه، مش بالضروره للمشاركه لكن للتحضير والتجهيز لكاس العالم 2026. انا بشوف انه في على الاقل اربع خمس اسماء من المنتخب ده ممكن يكونوا نجوم منتخب اول ان شاء الله. والحقيقه انه يمكن حتى احمد نبيل كوكا وابراهيم عادل اعتقد كانوا يعني تحت منظار او تحت عيون كابتن حسام حسن ومراهن عليهم مع المنتخب الاول بالفعل حتى من دلوقتي، لكن في عناصر تانية مبشره جدا جدا جدا، اتمنى بس انها تنال فرصه المشاركه مع فرقها او انديتها في الفريق الاول. ميكالي بالمناسبه بيدرس الاستعانه، احنا عارفين طبعا انه حارس مرمى منتخب مصر الاولمبي في اولمبياد طوكيو كان نجم مصر وحارس مصر الاول محمد الشناوي، النهارده روجيرو ميكالي بيفكر انه في حاله ان شاء الله باذن الله يعني موافقه اللاعبين والاجهزه الفنيه والادارات اداره الانديه انه يبقى حارس من نادي الاهلي بيشارك مع المنتخب الاولمبي. عارفين طبعا الحارس الاساسي للمنتخب الاولمبي هو حمزه علاء، صاعد واعد وولد حقيقه مبشر جدا جدا جدا، لكن روجيرو ميكالي بيفكر في تدعيم قائمه المنتخب الاولمبي وتحديدا مركز حراس المرمى بواحد من الاثنين حراس المرمى في نادي الاهلي، اما الشناوي واما مصطفى شوبير، ويضمهم للقائمه اللي هتسافر لباريس. هنسافر اعتقد بوردو الاول، هنحضر هناك معسكر وبعد كده نسافر نرجع لباريس ان شاء الله عشان نشارك في البطوله.